هلا والله فيكم، معكم فهد الشيح. انا الحين جتنا دعوه نجرب لعبه سبايرال دراجون الجديده اللي هي جنايتد تريلوجي اللي راح تنزل ان شاء الله على الاجهزه البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 1 اكس طبعا. طيب الحين قاعد اجرب نسخه على الجهاز بلاي ستيشن 4، وزي ما تشوفون اللعبه جميله جدا، شكلها مره يعني تحس انه فعلا ديتيلز ركزوا عليها زي ما الالعاب القديمه حقت سبايرال متعودين عليها. التحكم قاعد احسه بالضبط تقريبا نفس الاجزاء اللي قبل، وهذا شيء ممتاز، هذا شيء ركزوا فيه كويس، انك تحس انك اذا لعبت العاب سبايرال راح تحس انك قاعد ترجع تلعبها مره ثانيه. مو بس كذا، بضيف ديتيلز كثيره في ركزوا عليها، زي عندكم مثلا النار لما احرق الحشيش شكل سكاكلات، شيء رهيب صراحه، كانه صار زي الرماد كذا، طبعا يرجع، تعرفون هذا مكان سحر فحشيش سحري. طيب اللعبه زي ما تشوفون طبعا ايضا نفس ستايل الجزء، في طقني ذا ابو الشباب، المهم نفس الستايل القديم بالضبط، وهذا شيء مره ممتاز انه حافظ على الستايل، زي مثلا عندكم الواحد هذه الارقام اللي تجي كانت برضه تجي من الاجزاء القديمه. طبعا ما يعرف سبايرو، سبايرو عباره عن تلعب بتنين صغير اسمه سبايرو اللي تشوفونه قدامكم. قصة اللعبة بسيطة جدا، ان في شرير جاء وحول كل التنانين اللي في المملكة الى تماثيل، وانت مهمتك انك تنقذهم. واللعبة مرة بسيطة، تمشي تطلق نار زي ما تشوفون، تذبحون اي شيء قدامكم، يعني كلب اي شيء، الساحر اللي تو شفتوه، وتجمعون الجواهر هذه عشان برضو بعدين تطلعون ظاهرة اماكن سرية وزي كذا. وكل تنين يكون له شخصية معينة، زي ما تشوفون هذا المكان انا فيه، في تنين اسمه الحين بيجي اسمه والله نسيته، بس ان الفكره ايش؟ انه صاير كل شيء صاير لوحه فنيه زي ما تشوفون، هذا المتحف حقه، ركزوا على الاشياء الفنيه زي ما تشوفون، هذا هو الرسام قاعد يرسم شخصيات التنانين الثانيه. هذا الشيء ما كان موجود بالجزء الاول، كان بس نعرف ان التنانين بس تنين كذا اسم فقط، ما كانوا مركزين على الشكل. بعض الصناديق، مش هذه، بعض الصناديق تجي قدام بوريكم اياها بعد شوي، يكون ما تقدر تكسرها بالنار. اوكي هذا التنين الاول نيفن اسمه دراجون نيفن، لو تلاحظون شكله صاير كنا رسام مع حقه الرسم بعد الريشه، وهذا الاجزاء القديمه كانت بس تنين نفس الشكل او يمكن يختلف شوي بس اسمه يتغير، لكن هنا ركزوا كثير عليه واعطاهم شخصيات، وتلاحظون الوجه برضو يتحرك مع التفاصيل الوجه، شيء رهيب صراحه. اوكي خلينا نصيد هذا الوحش زي ما تشوفون، شكل رهيب فزاعه، هو اصلا له سر. اي طقني شو الحين، خلينا نحاشه. شفت اللي طل ماعز من الخرفان، احرق الكلاب ذول عشان ما يزعجوني. ايوه حركته، شو هذا؟ هذا اللي كان داخله. يا صارت تحسون تفاصيل رهيبه في اللعبه. طبعا التفاصيل هذه مو جديده، هذه كلها موجوده بالاجزاء القديمه او خلينا نقول بالنسخه القديمه، فهم كل اللي سووه انه رجعوا لك الاحساس حق القديم، وهذا شيء مره ممتاز صراحه، اللي يلعب سبايرو بيحس انه فعلا لسه يعني كانه قاعد يلعب بالنسخه القديمه. او طبعا هذه برضو لمسه ثانيه، ريتيرن هوم، ترجع المتخلص الستيج يعني. هذه تكون زي التشيك بوينت يعني، اساس انك اذا ما ترجعك عندها، خاصه ان كل ما تنقض تنين يجيك تشيك بوينت. طبعا اللعبه فيها استكشافات كثيره، زي ما تشوف رحت في طريق فرعي، يعني اقدر اخلص مرحله وما اقدر اجي هنا، يعني مو لازم اجي هنا. اوكي هذا هو اللي تكلمت عنه، تشوفون هذا مهما احرق فيه ما راح ينكسر، لكن لو انطحه ينكسر، فعندك النطح وعندك اطلاق النار. الحشره اللي قاعد تطير معي هذه الطاقه حقتك، زي ما تشوفون تغير لونها، كان ذهبي في البدايه والحين صارت خضراء، معناته انا باقي لي الظهر طقه وطقتين واموت. طيب خلينا نشوف مرحله ثانيه اوريكم. اوكي هذا ستيج ثاني بعد، والله الديتيلز على الوحوش مره رهيب صاير، حلو جدا. شفت اللي نحاش سو ذا؟ وين راح؟ ظهر حرامي ذا عنده فلوس ولا شيء. اي واو، حتى الافكت حق النار زي ما تشوف الظلمه لما اطلق، شوف كيف حتى يجي ظل سبايرو، يعني من جد تعبوا فعلا بالتفاصيل، ما قصروا، حطوا حيلهم بالتفاصيل بشكل رهيب، وهذا الشيء مره ممتاز. حتى الاصوات اللي في اللعبه بعد يقول لك انه هم حاولوا يسجلون اصوات جديده من بالكامل، بس يقول لك صارت بشكلها كانها غريبه احساسها، فاضطروا يجيبون الصوت القديم ويعدلون فيه عشان يطلع نفس الاحساس الاصلي، وهذا اللي سواه. طبعا سبايرو يقدر يحلق عشان يروح اماكن اللي زي كذا. اوكي حاب انوه ان سبايرو كانت من الالعاب الاوليه، اذا ما كانت هي اللي اكتشفت هذا الشيء او اللي سوت الشيء، انه قاعد يبين لك الاشياء البعيده على بلاي ستيشن 1، خاصه بلاي ستيشن 1 ما كان له القدره انه مثلا تشوفون ذاك المبنى ما كان يبين في بلاي ستيشن 1، فكان يصير زي الضباب، لكن لما يقرب منك سبايرو هنا طحت انا، المفروض احلق زي كذا احلق، لما يقرب منه في البلاي ستيشن 1 يصير الضباب يروح ويجيك
تجيك الستيج، فهذا مره شيء رهيب من العاب سبايرو، شكلها تعجبني سبايرو. طيب هناك في مكان خلينا نحاول نروح له، يصير اروح له ولا لا؟ لازم انقز واحلق. يمدي ما يمدي، يمدي ما يمدي، ما يمدي. طيب الحين ننقز ونحلق، نركض ونحلق، يلا. يمدي ما يمدي، يمدي ما يمدي، يمدي ما يمدي، يمدي ما يمدي. جبتها جبتها، نايس. ففي استكشاف في اللعبه زي ما تشوفون، مكان رحت له هذا شوفوا مقفل، الحين ما اقدر افتحه ولا حتى انطح احرقه، ما في يعني في اشياء كثيره بالاستكشافات. هذا بعطيك جواهر طقها سنجل تاخذ. هذا مع ولده جالس. اوكي اخذت فرصه جمع الجواهر. ده ميزه العاب سبايرو انه فيه استكشاف حلو ينوع لك. شوف هذا مثلا، خليني اركض اركض وبعدين يقول لي اوه واو اوه نايس. شو النار اللي طلعت سوا، حاجه رهيبه جدا. في لمسات كثيره حلوه في اللعبه، زي عندكم هذا مثلا حق تحرك فيه لما يفتح لك. هذاك هذاك اصفر بس ما رحت له لسه ذا. طالع يقول تعال. هذه تخليني اطير فوق بعد ترجعني المكان هنا. اوكي طيب الحين بركز بحال الحق ذا الشيء اللي يركض. تعال يا ولد، تعال يا ولد، وين منحاش؟ روح هناك واخرمت يا سيار، روح نجد ذاك الشيء. لا تطقني. ايوه ايوه صح عليك يا ولد. شوف شوف شوف، تعال تعال تعال، شوف حتى اقدر احرق بهذا. تعال صايدك صايدك، لا تحاول، وين ما تروح. لا 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 لا، تعال تعال. اوه هذا الثاني خليني انقذه. عايزك كيف شكله؟ اوكي سبايرو، if you jump at the end of the supercharge ramp you can really go far. I'm all over it. حاجة ثانية برضه لازم ننوه عليها، الشكل سبايرو تشوفونه قدامكم هذا شكل سبايرو الاصلي، هذا سبايرو اللي نعرفه من زمان، مو الجديد اللي حطوه في لعبة ما ادري ايش اسمه، كان اللي تلعب مع سبايرو وتحط العاب ومش عارف ايش. هذاك الشكل مره ما كان يعجبني، فما مره مبسوط انه حافظ على الشكل الاصلي. ووف اوكي الظهر ما كان لازم احلق بس جبته. شوفوا كيف رجعت المكان اللي انا الفته من هناك، يعني في طريقه ثانيه اقدر اجيب هنا من زمان، ودقيت المشوار ذاك كله ليش؟ طيب مو مشكله نكمل طريقنا. وهذا السج الثالث زي ما تشوفون طريقه اللعب شوي مختلفه، صايره مهمة هنا تسويها، انك لازم تكسر ذولي وكله تحليق، اذا طاح تخسر. فلازم تحلق طول الوقت زي ما تشوفون. ومو بس كذا، الحين اوريكم حاجة جدا رهيبة، بس اوه ما بدينا نحرق، مو مشكلة، لما اقرب عند الموية كل ما تقرب تصير اسرع، تشوفون؟ شوف؟ شوف اللي تحت الافكت اللي تحت الموية ذا، كل ما تقرب تحت يصير اسرع، بحيث نقدر تحلق اعلى. طبعا زي ما تشوفون في اكثر مهمه، مهمه التكسير هذاك، والحين مهمه اللي تاخذ وقت، هذا الوقت ما يخلص عليك المفروض. اوكي طيب نحاول مره ثانيه. الحين هذا بركز فيها شوي، خلينا نشوف. هذه خلصت ثنتين. يلا 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 يلا، كل ما تكسر يعطيك وقت هنا. ايش بعد فيه؟ هناك هنا فيه، ايوه يلا تعال 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 تعال. واحده في ثانيه؟ اوكي ثنتين شكلك كسرتها، حلو. من بعدهم 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 بعدهم. كنت اسمع 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 القطار بس ما اشوفه، والله حاسس بجيب جبهة فيه. وين؟ اوه طيارات، والله كان بيخلص على الوقت، كويس اللي لحقت عليهم. بس اكيد سبايرو شرير هنا، ليش قاعد يكسرهم؟ طيب اوكي يعني شوف في اكثر شيء تسويه عشان الوقت ما يخلص عليك، اجمع ذي بعد اقدر. مهمات كثيره متنوعه، اوكي هذه الطياره. الطياره الاخيره، جمعنا كل الطيارات. باقي هذا الشيء. شوف واحد، الوقت مره مو بصالحي بس بحاول اجيبها. يلا يلا المويه المويه. اوف اوكي. اوكي خلينا نبدا الحين بالصناديق قبل ما نروح لهذوليك، لان الصناديق برضه يعطونك وقت لو كسرت. واحد واحد، والله كان سريع من ثاني، ممكن اني ارجع. حلو حلو
في الصندوق. اوكي. هذا الصندوق اللي تحط عليه رجعناه له. حلو، صناديق خلصناهم. البوابة، البوابة الأولى. البوابة الثانية. الثالثة. اوكي، للاسف ما الوقت ما يكفي صراحه، والمرحله صعبه ما هي سهله. فهذا زي ما شفتوا هذه لعبه سبايرو. طبعا اكتبوا رايكم باللعبه تحت بالكومنتس، وايضا لا تنسوا تشتركون بالقناه وحطوا لايك عشان تشوفون فيديوهات رهيبه. تغطيتنا الاثري لسه ما بدت، هذه قبل الاثري، فالخير جايكم. كان معكم هذا الشيء، يعطيكم العافيه، مع السلامه. ايوه الحق على الطياره.